اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. في الحقيقة يا جماعة ما ببقاش صابر حتى ان انا يعني اغير هدومي. اول لما ارجع من الشغل بتوحشوني جدا بجد، لدرجة باجي زي ما انا بهدومي كده اقوم داخل على الكاميرا على طول واطلع لكم في الايه في القناة. بجد بتبقوا وحشيني جدا فعلا. بصوا يا جماعة، عايز بس اقول لكم على حاجة انا اتأخرت جدا في عملها، ما كنتش اعرفها قبل كده بس اتضح لي ان لازم اعملها ضروري، فحبيت انا كمان اقول لكم ان انتوا كمان لازم تعملوا كده فورا، وهو ان انتوا لازم يا جماعة تشتركوا في منتدى اليوتيوب كوميونيتي. ليه بقى؟ لان يا جماعة اي اخبار جديدة هتعرفوها اول باول. انا مثلا كنت عامل زي الاطرش في الزفة، كل حاجة تحصل مش فاهم ايه اللي بيحصل. طب ده ليه؟ طب الارباح اتخصمت ليه؟ طب في مشكله في ادسنس ولا ايه؟ طب في كل ده مش عارفه، لغايه ما عرفت موضوع اللي هو اليوتيوب كريتور كوميونيتي ده. عرفته عن طريق قناه احمد سعد تيوب، تمام. ده منتدى منشئ المحتوى، بيجيب لك يا جماعه اي حد بيعرف اي خبر بيجيبه في المنتدى ده، فبصراحه بيبقى كل الامور متضحه قدامنا كويس جدا. هو بقى طبعا التسجيل في الموقع ده سهل جدا، لان انت مجرد ما بتيجي تخش على الموقع وانت فتح القناه بتاعتك اوتوماتيك بيعرض لك القنوات بتاعتك ويقول لك انت عايز تسجل بانهي قناه. يعني انت اوتوماتيك بتسجل بقناه اليوتيوب بتاعتك على طول، بتدوس لوج ان وتختار القناه بتاعتك وخلاص، مش بتحتاج تعمل اكونت بقى والكلام دوت، تمام. يعني اول لما دخلت ظهر لي كده عايز تسجل بقناه تفجير وتدمير ولا فدا عضلات ولا جيمنج برسينكت اللي هم التلات قنوات بتاعتي. قمت دخلت ايه سجلت بيه تفجير وتدمير، ولقيت نفسي على طول جوه المنتدى. في بس مشكله غلبتني شويه، اللي هو ان بصوا يا جماعه في هنا، هو اول لما بتفتحه بيجي لك بالانجليزي، فدخلت هنا من السيتنج و ثواني يا جماعه. دخلت من السيتنج، دخلت على البريفرنس، تمام. واخترت من هنا العربيك، لكن وعملت سيف، لكن كان كل مره رغم ان انا اخترت العربي وسيفت خلاص، لكن كان كل مره لما باجي افتحه بيجي لي برده انجليزي. حليت المشكله دي ازاي؟ جيت فوق هنا، يعني بصوا يا جماعه اهوت وانا جوه الموقع. بصوا جيت فوق، بدل كلمه اي ان اللي مكتوبه فوق خالص دي قمت كتبت بدلها ايه؟ اي ار، تمام. وقمت دايس انتر، قام اتحول عربي. قمت عملت ايه بقى عشان ما اعملش كده كل مره؟ قمت سجله في توفل فيفوريت. بصوا فوق الصفحه الرئيسيه اهو، كل ما ادوس عليها بقى اوتوماتيك يجي لي عربي، عشان بس المشكله دي ما تغلبكوش وكده. مميزات بقى يا جماعه المنتدى دوت، اول حاجه انك تقدر تبدا مناقشه، يعني مثلا تسال الناس وتستفيد من خبراتهم وكده. المناقشه بتحطها في القسم اللي يخصها، يعني لو هو موضوع يعني ممكن تختار الغرفه اللي تناسب الموضوع ده. يعني مثلا يعني لو انت عايز نصيحة عن القناة بتاعتك بتخش على نصايح وحيل، لو انت مستخدم جديد وعايز تستفسر عن حاجات بتخش على المستخدمين الجدد، عايز تتدرب على حاجة معانا قاعدة التدريب كده، يعني فاهمين قصدي؟ يعني انا مثلا يا جماعة امبارح اهو دخلت بسأل الناس، بقول للناس انا اتخصم مني جزء كبير من ارباحي وانا لسه قناة صغيرة، فلقيت في واحد بيقول لي لا ده في مشكلة في الادسنس، ان في واحد بيقول لي انا حسابي في الاسس اتمسح خالص، وفي ناس تانيين لقيتهم على المنتدى كاتبين ان تقارير الارباح بتاعت اخر فتره مش ظاهره، واخدين بالكو؟ فمن الواضح ان انا الارباح اللي مش ظاهره لي ديت ممكن تكون ما اتخصمتش كلها، بس في مشكله في الادسنس اهو. بصوا يا جماعه هتلاقوا مش عارف، كان ناس كتير كاتبين هنا ان في مشكله في ادسنس مش ظاهره التقارير بتاعت الارباح اللي في الفتره الاخيره. في ناس بتقول يعني اللي انا فهمته من الكلام دوت ان ممكن يكون مش ارباحي كلها اتخصمت ولا حاجه، ممكن يكون في جزء مخصوم. ماشي، بس حته ان التقارير بالكامل في اخر اسبوع مش ظاهره خالص، دي بيقولوا ان ممكن ده يكون بسبب خلل في الادسس، فهنشوف بقى ربنا يسهل. المهم ايه تاني؟ في هنا يا جماعه اكتشفت ان في هنا حاجه اسمها مثلا، بصوا الحته دي، حاجه اسمها مساحه التعاون. مساحة التعاون ديت تلاقوا كل شوية ناس بتعرض خدمات ان هي هتساعد القنوات. يعني مثلا ايه، يجي واحد عنده مثلا موقع كبير يقول لك ايه
كل الناس اللي هتعلق لي بالقناة بتاعتها، هشوف مثلا القنوات اللي تستحق دعم واقوم انشرها لهم على الموقع بتاعي، او مثلا ناس تانية اهو ناس تانية تقول ان كل القنوات اللي هتعلق عندي ايا كان عددها هشيرها كلها على الموقع بتاعي. فدي حاجات حلوة تساعد، لان يا جماعة زي ما انتوا عارفين الفيس كل شوية حظر حظر حظر، انت كل ما تخش على الفيس يا جماعة كل ما انشر الفيديوهات بتاعتي الاقي حظر الحظر بالاسبوع، فلازم هحتاج الحاجات ديت. فان شاء الله هبقى اجربها واشوف هل هتجيب معايا نتيجه ولا لا. بس هو يعني خلاصه الكلام يا جماعه ان لازم لو انتوا مش مشتركين في المنتدى لازم تشتركوا في المنتدى. هو ممنوع انك تحط فيديوهاتك كترويج يعني وكده، بس في حاجه، كون ان انتوا جوه المنتدى ومثلا هتتعاونوا مع الناس وتردوا على الناس وتسالوا مش عارف ايه والكلام ده، ممكن حد مثلا تجذبوا اسم قناتك او كده يقوم ايه يبقى عنده حب فضول ان هو يخش على القناه يشوف قناتك بتقدم ايه. فوجودك في مكان زي دوت بجد اكيد هيفيدك كتير. انا عن نفسي دخلت فيه ان شاء الله يا رب استفاد منه على قد ما اقدر. وشكرا جدا ليكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد. باي باي.